السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم من جديد في قناة محمد قباش. واستمرارا في وصفات رمضان، غنبداو التحليات كيف العادة. غنبداو بهذه التحلية ديال البرتقال، سهلة وبالزربة كتصايب 10 دقائق ممكن تكملها، كتجي زوينة من جوج طبقات. بقاو معنا باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. من أجل التحلية ديالنا غادي نحتاجو 1 لتر حليب، كنوضعوه في الكاسرول، غادي نضيفو له سكر سنيدة. هنا وضعت 5 المعالق او 6، ممكن تنقصو او تزيدو على حسب الذوق، السكر ديما تيبقى على حسب الذوق. وغادي نضيفو قشور ديال برتقالة، غنضيفو كذلك ساشية ديال الفرو بنكهة الفاني، الساشيه اللي درنا راها بدون سكر العاديه. ثم غادي نضيفو دقيق الذره او المايزينا، وكيف كتشوفوا هنا وضعنا 4 الملاعق ديال المايزينا، وغادي نحركو الكل مزيان حتى يتجانس لينا الخليط ويذوب السكر والمايزينا مزيان، كنحركوه مزيان. بعد كنحولوه لفوق النار مع التحريك المستمر. كنستمروا حتى كيعقد لنا الخليط كيف كتشوفوا فوق النار. من بعد غادي نحيدوه من فوق النار ونصبوه في الكيسان اللي عندنا هنا. انا استعملت الكيسان كبار، ممكن تستعملوا كيسان صغار على هادو على حسب الموجود عندكم في الدار.
من بعد ما كملنا كيسان ديالنا كاملا كنخليهم يبردوا شي شويه في المطبخ، ثم كنوضعهم في الثلاجه وكنمروا باش نوجدوا الطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه عندنا كوب ديال عصير ديال الليمون، كيف كتشوفوا عندنا كاس كبير، استعملت كاس كبير، كاس تقريبا 400 مليلتر، تنصفيوه وكنوضعو معاه كذلك كاس ديال الماء من نفس الحجم. غادي نوضعو سكر سنيدة تقريبا 2 معالق ونص كبار، وغادي نوضعو 3 ملاعق ديال المايزينا او دقيق الذرة. كذلك غادي نحركو مزيان تيتجانس لينا الخليط. نفس الطريقة اللي درنا الطبقة الأولى، الطبقة الثانية حتى هي كنوضعوها فوق النار مع التحريك المستمر حتى كيعقد لينا الخليط وكيتقال، عاد كنحيدوه من فوق النار كيف كتشوفوا الخليط ديالنا تيتقال. من بعد ما تقال لنا الخليط كنحيدوه من فوق النار وكنجبدو كيسان ديالنا من الثلاجة وكنوضعو فوقهم الطبقة الثانية ديال البرتقال. ومن بعد ما كملنا كيف العاده كنخليهم يبردوا وكنوضعهم في الثلاجه. التحليه ديالنا ها هي كيف كتشوفوا، زيناها بطروفه ديال الليمون والحامض وورقات ديال النعناع، ها هي موجوده بالصحه والراحه. كنتمنى تجربوها، تنتظركم دائما في التعليقات، وكنرحب بجميع الملاحظات ديالكم، وكنشكر دائما وابدا جميع المتتبعين.